إذا أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. إذا أعادت حركة طالبان وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرة أخرى في تلك الحكومة الجديدة التي شكلتها الحركة بعد عودتها بعد 20 عاما من إسقاطها على يد الاحتلال الأمريكي. مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا عبر سكايب فضيلة الشيخ دكتور محمد عبد الكريم أمين عام رابطة علماء المسلمين. دكتور عبد الكريم تحية لك. تحية لكم وللسادة المشاهدين الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ محمد في البداية ما الذي تعنيه إعادة طالبان لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن حكومتها الجديدة في أفغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بادئ ذي بدء فإننا نهنئ الإخوة في أفغانستان عموما بهذه الحكومة، حكومة تصريف الأعمال، على أن تكون إن شاء الله تعالى حكومة خير وبركة وفتح ونصر بإذن الله تعالى. فيما يتعلق بموضوع إيجاد وزارة أو إيجاد جهة أو واجهة حكومية تعنى بقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه يعني تعتبر سنة حسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم وأن يبارك لهم في هذه الوزارة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إن بعضهم جعلها الشعيرة السادسة من أركان الإسلام. وهذه الأمة تتميز عن الأمم السابقة بعد انقطاع النبوة بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم بأنها تجدد في الناس سيرة النبيين والمرسلين بهذه الشعيرة. ولذلك هذه الشعيرة هي التي رفعت هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتقيمون الصلاة وتؤمنون بالله ورسوله وتؤمنون بالله واليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى قدم هذه الشعيرة كميزة لهذه الأمة. كنتم كما قال عمر رضي الله عنه: كنتم خير أمة، أنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى وتؤمنون بالله، هذه الشعيرة درجت الدول الإسلامية في تاريخها على أنها تجعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني زاوية مهمة في عمل الدولة. تسميها أحيانا بديوان الحسبة، تسميها بأي اسم كان، المهم أنها يجب أن تقوم بهذه المهمة، مهمة الحسبة أو الاحتساب ومهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدولة إذا كانت راعية لشؤون الرعية فحتما ستحتاج إلى إعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس فقط عبر وزارة واحدة يعني بهذا الاسم أو هيئة أو كل ما شئت، بغض النظر عن الجانب المسمى الإداري بالنسبة لممارسة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما ينبغي أن يكون ذلك مستصحبا في كل شؤون الدولة في كل وزاراتها. طيب فضيلة الشيخ محمد، ما